السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. معكم رياد بدر من كلية العلوم والتكنولوجيا خان يونس. راح نحاول نعمل جنزير لدبابة بطريقة جديدة. احنا شفنا الطريقة الأولى والطريقة الثانية، راح نشوف طريقة جديدة وإن شاء الله تبقى هي الأسهل. راح نيجي على السيركل ونعمل، آسف لا في سيركل ولا أحسن، خلص غيرنا طريق السيركل. نيجي على نعمل بوكس. هذا البوكس راح يبقى هو حبة الجنزير تبعتي. أجي أعملها من وين؟ خلينا من الفرونت. هاي البوكس تبعي، البوكس هذا انا راح اعمل له تكرار. شيفت، اسف شيفت، وهي كمان نسخة تانية، ونعمل حوالي نقول 50 حبة. يمكن الجنزير بده 50 حبة. وهي اوكي كوبي، بدناش نعمل انستنس كوبي، ضروري. هاي الجنزير تبعي، راح اجي ادمج حبات الجنزير مع بعضها عشان يكون جسم واحد. ادمج حبات الجنزير مع بعضها عشان يكون جسم واحد. ايش راح اسوي؟ راح اعمل اي واحده منهم كونفيرت، او خلينا نبدا من الاخير. كونفيرت اديتابل بولي. ليه؟ راح تطلع لي منه خاصية اتاتش. اتاتش يعني راح اربط اجسام تانية في الجسم هذا، تصير تابعة له. لو انا عصيت على القائمة هذه كان بينفع انا اجي اعلم على اتاتش واعلم على كل جسم بالدور، او اختار القائمة. انا كل اللي عندي اصلا هم حبات الجنزير، بعلم عليه من اوله للاخر. وهي اتاتش، صار عندي ايش ماله؟ صار عندي عبارة عن جسم واحد. راح اجي اعمل السيركل تبعتي. سيركل، وينك يا سيركل؟ وبرضو اجي من نفس الفرونت، بيتهيألي هيك الحجم مو كويس. وباليمين كونفيرت اذا تبي الاسبلاين، واغير في النقاط تبعتها عشان تصير اكثر مناسبة او مناسب اكثر لجنزير الدبابة. خلينا نكبر النافذة شوية بس. هيك شكل، وهذا الثاني ننزل عليه. اوكي، هلقيتها انا المشكلة الجديدة عندي، كيف بدي اركب الجنزير اللي انا عملته هذا او الشكل اللي عملته على المسار. قال لك في حاجة جديدة أول مرة ناخذها أو أول مرة تمر علينا، اسمها باث ديفورم. بعلم على الجسم تبعي، طبعا كله جسم واحد، لدول الحبات صاروا جسم واحد. باث ديفورم، وينك يا باث ديفورم؟ باث ديفورم، هيها باث ديفورم. أوكي، طب باث ديفورم يعني بدي اشوه، ديفورم معناها تشويه، بدي اشوه الجسم تبعي على حسب مسار معين، يعني بدي اخلي شكل الجسم تبعي ملائم مناسب مطابق لمسار معين. فهو بقول لي انو مسار؟ بيك باث، اختار المسار بدك تغير الجسم عليه، علم عليه واختار المسار تبعي. مسار شيء شيخات، نشوف على البرسبكتيف احنا ايش اللي صار عندنا. طلع لي مسار جديد هيو، بس مش راكب عليه لسه. هات نشوف لو اختار مسار ثاني، يمكن هذا راكب شوية. شوف مسار ثالث، طيب هات نشوف هذا فليب. طيب إيه إذا ما تغلبنا زي هيك، أول شيء في عندي مشكلة أن حبات الجنزير مش مكفية، المفروض نزيد بزيادة، المفروض نعمل بزيادة. طيب بس خلينا نحل المشكلة الأولانية. فيها شوية خصائص خلينا نلعب فيهم. في عندها حاجة اسمها روتيت، نعمل دوران للجسم تبعي. صار زي الجنزير بس بدل 95 90 درجة. أنا جربت، يعني راح أقعد أجرب على الإكس، لا على الزد، لا على الواي، ويمكن أعمل فليب أشوف إيش الوضع اللي عندي، أختار الوضع الأنسب اللي عندي وأشتغله. طيب ناقصنا حبات جنزير، صحيح، إيش نسوي؟ لا والله لا يقدر، راح أوقف الشغل اللي عندي هنا، أوقف الباث كونسترينت لحالي، راح أجي هنا، راح يطلع الجسم عندي، أحاول أعمل منه نسخ ثانية. كيف بدي اعمل منه نسخ ثاني؟ اسف وين رحت؟ كنترول زد. كويس، راح اختار بوليجونز
وعلم على البلوجن اللي عندي هذول وشيفت. هات نرفعها نشوف شو بده يطلع لنا. كلون تو إليمنت، خليه عنصر موجود يعني هو تابع للجنزير تبعي. وهات نعمل كمان واحد. إذا بدي أعمل مجموعة بينفع أقول له باليمين هيك كلون تو أوبجيكت، راح يصير جسم جديد منفصل عن الجسم الأولاني. هاي أوكي، يمكن أسهل لي لقيته. أنا راح عايز أعلم عليه كمان مرة، أطلع من اللي أنا عليه وأعلم على هذا. هذا جسم منفصل لحاله المركز تبعه، بس خلينا نعمل نظبط المركز تبعه افكت برايفت اونلي سنتر عشان تيجي الحبه هذه هنا، بس اقدر اتحكم فيها. وشيفت، وعايز كمان نقول قديش احنا راح يمكن 10، لا الزياده اخت النقصان هاي 10 اوكي. واقول لك زياده راح اخذ حبه انا مش راح ادمجها معه عشان كمان شوية إذا مش عاجبني وراح أخذها لحالها، وراح أعلم على الجسم الأصلي وأجي أكمل هنا التاتش، وراح أختار التاتش وأصير أعلم حبة حبة. أي هذه بعدين هذه انضافت، شايف كله بنضاف قاعد. أوكي أرجع على الباث راح اشوف الشكل كيف صار عندي. ضايل لي شويه. طيب اعاود ارجع. انا سبت حبه بالعمدان عشان ما اعملش زي تو، هي هذه حبه جاهزه شيفت. خلينا ننزلها نتفه صغيره شيفت. وانا عايز 10، هي 10 والعشرة هذولا وين الجسم تبعي الاصلي. طيب راح اجي على هنا واطفي الباث كونسترين ترجع زي ما كانت. لا مش بالضبط، اكيد خشوا فوق بعضهم. انا اعتقد ان صار في عندي تداخل. هذه الحبه لو انا مسكتها اوخ، بالضبط طلعت بالضبط الامور ممتاز، يعني كانها مقصوده. بنعمل اتاتش، وهذه وهادي 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 وهادي، برضه نخلي اخر حبه احتياطا يمكن نعوزها. نعلم على الجسم تبع، لا ما دمجتش انا معناته، ايش كنت ادمج؟ التاتش كنت ادمجهم مع بعض وسايبها لحالها، ماشي الامور مش مشكله هيك. وهي نفعل، برضه ضايل عندي نقول حوالي يمكن 5 حبات بدي. يعني تغلبنا احنا غير موفقين، لو كنا موفقين كان الامور صارت اسرع من هيك. عايز ناخذ هذه شيفت، وهي 6 حبات، هي 7، اخر واحده بدناش ندمجها. هذا راح ارفعها لفوق شوي عشان بدي اخذها اخليها احتياط، وارجع على الجسم تبعي هذا ونقيم منه خاصيه الباث كونسترينت واتاتش وعاود ادمج. تخيل هذه ان شاء الله هلقد تبقى الامور صارت احسن. نفترض ان هي ممتازه، يعني يمكن شويه جات على بعضهم بس احنا نفترض ان هي ممتازه. لقيت عشان اعمل دوران في حاجه اسمها بيرسنت، يعني قديش راح يمشي الجسم تبعي على هذا المسار. احنا في المستقبل ان شاء الله راح ناخذ محاضره كيف نحرك حيه، نعمل ثعبان ونحركها بالباث ديفورم هذا، نشوف كيف بتصير تلف معه. هذا المسار هو عباره، او هذا الشكل تبعي عباره عن جسم واحد، بينفع يبقى كيوب، بينفع يبقى سلندر، بينفع يبقى اللي بدك اياه، وانت راح تشوه الجسم تبعك هذا على حسب المسار الموجود عندي، بدي اعمل له تشويه، فانا عملت التشويه للجسم هذا على حسب السيركل هذا فاعطاني المشهد اللي انا عايزه. البيرسنت هذا انه كيف راح يمشي الجسم تبعي على المسار. في الحاله تبعتي هذا الجسم تبعي مغطي المسار كله وبالتالي راح يعمل دوران، اما لو كان المسار اكبر راح نلاقي انه قاعد الحبات، لو كان مثلا الجنزير زي قبل شويه ناقص وعملت بيرسنت راح تلاقيه قاعد بيمشي على المسار تبعه. طيب اذا ضايل انا عندي ايش اسوي؟ اعمل جسم الدبابه او اظهره، احنا اصلا عملنا جسم الدبابه
يا ريت يا ريت يا ريت لو انا مسكت التنتين هدول ركبته مع بعض، يعني يا مسكت الجسم تبعي هذا وحطيته على السيركل هان جنبه، خلينا لو عملنا من نفس الفرونت احسن. ليش يا ريت ان انا احطهم جنب بعضهم زي هيك؟ قالك لانه انت لو اجيت على الاسب لاين تبعي، بس انا عايز ازيح شويه، لو اجيت على الاسب لاين هذا اللي عندي وعملت له اي تعديل راح يتاثر في مين؟ راح يتاثر في جسم جسم الجنزير، لانه هذا هو المرجع، الشكل هذا تم عمليه تشويه له على حسب الاسب لاين هذا. طيب راح اجيب انا جسم الدبابه، لو اعمل جسم دبابه خلينا نعملها من التوب اي بوكس، هاي الارتفاع انا مش شايف الارتفاع، خلينا نيجي على البرسبكتيف ونشوف برسبكتيف. ونعدل عليه تعديل خفيف زي كل مرة، convert editable spline، convert editable بولي اسف، ونيجي نعمل له من هنا شوية تشامفر. هي اللي هيك شكل مناسب، وهي ابلاي، ونيجي من ورا نعلم على الاسبلاي من هان، نعمل له تشامفر صغير ويبقى الانحناء انعم هيك شكل، نحط شوية خطوط. هي الدبابة تبعتي، ضايل عندي المشكلة ان انا احرك الجنزير هذا المشكلة ضايلة عندي ان انا احرك جسم الجنزير مع تحريك جسم الدبابة، يعني احرك جسم الدبابة يتحرك الجنزير تبعي. العملية بتهيألي مش صعبة ومتوقعة، ايش احنا راح نعمل؟ واير باراميتر نربط البيرسنت هذه مع حركة الاكس للدبابة تبعي. راح اجي اعلم عاد اللي بدك اياه بالاول، هيكون بير اسف واير باراميتر اكس بوزيشن مع حبات الجنزير، الجنزير هذه في هذه الحالة كله جسم واحد، احنا قبل هيك كنا نعمل جسم جسم عشان هيك كانت تغلبنا، لا المرة هذه الميزة تبعتها انه صار الجسم كله او جنزير الدبابة جسم واحد، وبالتالي صارت الحركة عندي اسهل. مش راح اجي على ترانسفورم هنا لان مش راح الاقي اللي بدي اياه، راح اجي على موديفايد اوبجيكت، هي باس ديفورم وهي البيرسنت الونج باث اللي تو كنا نعدل عليه. وانا مش حافظ المعادلة، راح احاول اجرب، انا عايز اعدل على بوكس واحد. يعني راح اجي احط السهم هنا واعمل كونكت ونشوف ايش الوضع اللي عندنا. هاي مشي هاي بلف جسم الدبابة بس ايش ماله؟ اول شيء بدنا نربطه، كنا ناسيين نربطه، بعدين واضح انه سريع. راح اقسم هنا تقسيم، هاي 100 وابديت ونشوف. يمكن الدوران مناسب، يمكن لو 200 احسن. وهي ابديت، بس انا عايز اربطه الجسم تبعي او الجنزير جسم الدبابة. ونيجي نحرك كمان مرة، يبدو ان الحركة بترجع لورا صح؟ اختلفت لما انا ربطت، اختلفت بسيطة العملية. انا عاود اعمل اعلم على هذا الجسم الدبابة، اعلم على الجنزير ريفريش وبيرسنت، ونحط هان إشارة سالب، وهي أبديت، وبتهيألي هذا يمكن لازم برضو هي 400، آسف كنترول زد، هان إشارة سالب، وبدل 200 تقسيمة 200 خليها 400، وهي أبديت. هيك صار عندي الدبابة وبتمشي، والعملية غير مكلفة وغير مرهقة في العمل. الاسب لاين بيعنينيش، انا بس حطيته عشان انا اتاكد انه الامور، واذا حبيت اعدل عليه اشوه او اعدل عليه استخدمه، لكن انا بعد ما اخلص منه في حاله دي الحاله هايد سيلكشن بخفيه، مش عايزه انا اصلا. بعوزه اذا انا بدي اغير شكل الجنزير اللي عندي. طيب ايش انا عايز؟ اذا بدي عايز اعمل نسخه ثانيه منه الجسم زي ما هو،
خليكم ساكنين الشاشات. الاسم زي ما هو، ايش المعادله هذا اعملها نسخ، كنترول سي، خليها عندي موجوده، اعلم عليه شيفت ونختار انستانس، نحرك مربوط فيه، ماخذ خاصيه البيرنت وجنزير الدبابه بلف، يعني اخذ المعادله زي ما هي، اخذ المعادله تبعت الواير باراميتر وثلاث امور عندي جاهزه، اخذ ان انا رابطه بالبيرنت واخذ انه المعادله الموجوده بينه وبين الجود. طيب ان انا اعمل اعجال الدبابه وهذا بالطريقه التقليديه وفيش مشاكل. ويعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.